بوجه السؤال لسيادة النائب جون، يعني التواصل دلوقتي في تواصل اثناء المؤتمر او اثناء حاضر الشباب اللي حاضرين المؤتمر ما بين القيادة السياسية والشباب، هل التواصل ده فعلي بالفعل وهل بيتم التواصل ده بعد المؤتمر ده؟ طيب خلينا نقول فكرة مؤتمر الشباب وتكوينها وازاي العدد اللي بيبقى موجود وباختيار الشباب دول بيتم بناء على ايه. الشباب النهارده اللي كانوا حاضرين في اول مؤتمر كانوا 3000 شاب وشابه كانوا موجودين على مستوى مصر، دول ناس حطت اساميها على الويب سايت وحضرت المؤتمر. كانت اول مشاركه ليهم واول مره الشباب في عهد العصور اللي فاتت كلها ان تلاقي الشاب قاعد مع مسؤول يقدر يتكلم معاه، يقف يهرج مع وزير، يقف يتكلم مع وزير، يطرح بعض الرؤى. فكره التواصل، فكره ان تكسر الحاجز البيروقراطي او الحكومي او ان انا اشوف وزير او ان انا اتكلم مع نائب، انا بتكلم مع الشباب يعني. فتلاقي الموضوع بالنسبه لهم بقى سهل جدا، بقى النهارده الشباب بيروح المؤتمر ويتكلم مع الوزراء فيس تو فيس ويشرح وجهه نظره، ممكن يختلف مع وجهه نظره فيعرض له هو وجهه نظره، فبقى في حاجه كويسه، بقى في فكر ان احنا نقدر نتواصل. فالنهارده سياده الرئيس قال ان هيبقى كل شهر هيبقى في مكان مختلف علشان يوصل هو للشباب لكل منطقه، يعني النهارده زي ما حضرتك في المقدمه قلتي ان هو في مدن القناه، فهو جايب شباب مدن القناه كلهم اللي هم ال 1200 او من 1400 دول اللي هيبقوا موجودين من مدن القناه، لما راح اسوان جاب الحته من اسوان هنا سوهاج والكلام ده كله. في مدينه نصر جاب بتوع القاهره، فهي الفكره ان كل مره بيختار محافظه يجيب منها الشباب بتوعها، يمكن احنا الضيوف اللي بنروح صحيح. يعني يمكن مجلس النواب كله طالع منه 10 او 15 نائب هم الشباب اللي هيروحوا اللي هيبقوا متواجدين، لكن الباقي تماما بيبقوا شباب جايين دخلوا من قلب محافظاتهم، دخلوا على الويب سايت اختاروا يتكلموا. يمكن النهارده المؤتمر الشباب مختلف المره دي ان عملوا هاشتاج اسال الرئيس، ودي يمكن لاول مره تحصل ان الرئيس هو اللي حد يساله وهو يجاوب بمنتهى الشفافيه. ويمكن السيد الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي عودنا في كل مؤتمرات الشباب ان هو بيتواصل بطريقه هاديه جدا سلسه جدا، بيحب يوصل المعلومه للشباب عن طريقه العاديه يعني انا افتكر في احد المؤتمرات كان احد الوزراء كان بيتكلم بطريقه علميه جدا وبيشرح بالبروجيكتور وبتاع، فقال له يا دكتور، كان وزير الماليه تمام يعني انا ما كنتش قال له يا دكتور يعني وصل الموضوع اسهل للشباب، يعني يخلي الموضوع يبقى واصل للشباب، خلينا نقول لهم التحديات بتاعت ساعتها سعر الصرف والتعويم الجنيه، وكان بيقول التحديات بتاعتها. فهو بيبقى مهتم جدا ان المعوقات والتحديات اللي بتقابل الشعب المصري او بتقابل مؤسسه الرئاسه او الدوله بيجي يقولها للشباب ويجي يقترح عليهم وان احنا نقول راينا وازاي نقول الحلول بتاعتها وممكن الحلول دي تتسمع. النهارده بقى عندنا 500 شاب اتخرجوا من البي ال بي، بقوا موجودين النهارده جوه الوزارات وجوه المنشات الحكوميه، بقوا معاونين للوزراء، بقوا بيساعدوا فعلا. فدي فكره تداول السلطه للشباب صحيح. ان الشباب يبتدوا عندهم خبره يدرسوا الاول ويبقى عندهم مؤهلات كويسه تنفع تخليهم يخشوا يبقوا معاونين وزراء خبره. انا اتوقع خلال السنين اللي جايه هتلاقي ان الشباب دول موجودين في السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه الرقابيه كمان، يعني انا اظن ان هيبقى في منهم في قلب الرقابه وهيبقى ليهم دور كويس يعني. فده نواه الرئيس عملها فعلا للشباب ان يبقى في شباب قوي وقادم، ويقول ان تحيا مصر بقوه شبابها، ان من غير قوه شبابها هي فعلا مش تحيا مصر. طيب ده